دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فتستضيف جامعة القاهرة ندوة بعنوان الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير، وده بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر. بتتناول الندوة العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية. النهاردة هتختتم منافسات البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق المروحية اللي بتستضيفها مصر، ونجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في استضافة عدد من بطولات الرماية، آخرها البطولة العربية وبطولة كأس العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي إيفرتون مع نوتنغهام فورست الساعة 4 العصر. والساعة 6:30 كلاسيكو الكرة الإنجليزية اللي بيجمع ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد.